الثالثة صباحاً 12 بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع خلية الأزمة المشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين. وأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة أوضاع الحجاج المصريين وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين والتنسيق مع السلطات بالمملكة العربية السعودية لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتوفين وتقديم كل التسهيلات اللازمة في هذا الشأن، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها. كما كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة سحب رخص الشركات التي قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم. استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال على حي الشجاعية شرق غزة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 4 مواطنين بينهم طفلان في القصف. كما نسف الاحتلال ودمر عددا من المنازل شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة. يأتي هذا بينما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 101 من الشهداء و169 مصابا خلال 24 ساعة. وأعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 37,550 شهيدا وأكثر من 85,910 من الشهداء منذ 7 أكتوبر الماضي. قالت وزيرة الخارجية البلجيكية إن الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة والعنف المستمر أمر غير مقبول، وطالبت الوزيرة البلجيكية بوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين. تصريحات وزيرة خارجية بلجيكا تأتي تعليقا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة. نفى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري سحب دول أوروبية وغربية سفراءها من بيروت، وأكد أن هذا النمط من الأخبار الكاذبة يندرج في إطار الحرب النفسية التي غالبا ما تلجأ إليها إسرائيل. شن الطيران الحربي الأمريكي والبريطاني غارات جوية جديدة على مواقع الحوثيين في مديرية اللحية بمحافظة الحديدة، واستهدفت الغارات الأمريكية البريطانية على مدار الأيام الماضية عدة مناطق تابعة للحوثيين. أعلنت أوكرانيا مقتل عدد من الأشخاص وإصابة نحو 40 آخرين في هجوم روسي على مدينة خاركيف. وقال حاكم المدينة إن الجيش الروسي شن هجوما على خاركيف بالقنابل الجوية الموجهة وأصاب مبنى سكنيا، ما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات. حذر رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين من أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تستعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي كأداة ضد خصومها من الدول غير المرغوب فيها. وقال ناريشكين إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية على وشك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة للتلاعب بالوعي العام في البلدان التي على خلاف معها. كما أعلن أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA نفذت نحو 150 مشروعا في مجال الذكاء الاصطناعي باستثمارات ضخمة.
أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ أن الوضع في بحر الصين الجنوبي مقلق للغاية، كما أشار إلى أن تصرفات الصين في الآونة الأخيرة في الممر المائي المتنازع عليه تؤدي إلى زعزعة الاستقرار. جاء ذلك خلال زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى هانوي وسط تصاعد للتوتر بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب فيه الفلبين أيضا بحقوق سيادة. انتهى الموجز الإخباري، والمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة، وهذه تحياتي عمرو شهاب.